الحلقه اللي فاتت مسكت لكم الشريط ده وقلت لكم استنوا الحلقه الجايه، لان انا الحلقه دي عايز اتكلم عن التعاون اللي تم ما بين شريف عرفه وعلاء ولي الدين، بس مش في عبود على الحدود بقى، لا في الصوره اللي هناك دي في فيلم الناظر. انا لاحظت كميه حاجات ملهاش لازمه في الفيلم ده، بس يعني لذيذه. مش عارف كنت قاعد مركز معاه ليه، سايب الفيلم وقاعد مركز مع حاجه بتحصل على الجنب، حاجه بتحصل ورا. يعني انتوا كنتوا عارفين ان الست اللي جواهر بتضربها في العزاء دي ام عاطف؟ والنبي اضربها على بقها الولية دي. شفت الفيلم 100 مره، اول مره لاحظ دلوقتي. بيبان في اخر الفيلم خالص لما جواهر بتقول لابو عاطف ما هو منقر مراتك عليهم. يا وليه اختشي، ده انا جايه غالك لابنك. ده انت جايه ايد ورا وايد قدام، اللي ما جبت معاكي كيس جوافه بلانيلا. طب بص هنا، واضح قوي ان مع اول بوسه من علاء ولي الدين حسن حسني بيضحك بجد. الاثنين اصلا بيضحكوا بجد. بلاش كده، عشان دي مش اول مره اشوف الفيلم. قعدت الاحظ حاجات بقى اللي هي المستخبيه. يعني بص هنا، صلاح طلب منهم يقفوا 50 دقيقه حداد على روح ابوه، فكل الممثلين واقفين زهقانين، محدش حاسس بيه اللي هو جايني قد واجب. حتى اول ما التليفون رن كله ما صدق، جري على التليفون عايز يرد. ما عدا مين؟ وفاء، عشان دي اللي بتحبه بجد، مطلعينها حاسه بصلاح بجد. طب بص هنا، في مشهد قاعد الموظف اللي هو بتاع الوزاره وحسن حسني وعلاء ولي الدين واحمد حلمي ومحمد سعد، ففجاه الراجل بيقوم مزعق وكله بيتنفض يتخض، ما عدا مين؟ محمد سعد، عشان غالبا مبرشم. انا التفاصيل دي بتعجبني الصراحه، يعني لما بلاقي حد مركز ان كل واحد يعمل ايه دلوقتي، مش اللي هو هيلا بيلا كده اي كلام، بتبسط بصراحه. المهم نخش في الموضوع. فيلم الناظر بس هيخلي علاء ولي الدين عايش في السينما المصريه مدى الحياه، يعني حتى من غير عبود على الحدود. لو دخل خناقه التاريخ دي بالناظر بس هيسد عادي. واللي هنتكلم فيه الحلقه دي ازاي فيلم الناظر طلع حلو قوي كده، لان مفيش حاجه صدفه. حلاوه الفيلم ليها اسباب. يعني مثلا اللي اكتشفته ان مفيش حاجه عملها علاء ولي الدين في فيلم الناظر لاول مره. كل الحاجات اللي عملها علاء ولي الدين في فيلم الناظر كان عملها قبل كده في حاجات تانية واتدرب عليها، واللي هو دخل فيلم الناظر بقى معلم، فاهم هو بيعمل ايه. الحلقه دي هنتكلم عن شريف عرفه مخرج الفيلم ومؤلف القصه، وعن كتابه احمد عبد الله واداء الممثلين المبهر، خصوصا علاء ولي الدين بطل الفيلم. الفيلم ده بالنسبه لي بيلخصه جمله قالها حسن حسني في الفيلم: انت مجموعه حاجات حلوه اتضربت في الخلاط طلعتي انت يا جواهر. ففعلا في صناع جامدين كتير قوي اتضربوا في الخلاط طلعوا لنا فيلم الناظر. خش بالتتر. طيب ازيكم يا جماعه، احنا هنمشي عنصر عنصر من عناصر الفيلم كده ونشوف ازاي طلعوا لنا فيلم الناظر. نبدا الاول بشريف عرفه. دايما بيقولوا المخرج هو رب العمل، ودي حقيقه بصراحه. المخرج هو اكتر واحد بيبقى شايف الفيلم في دماغه قبل ما يتعمل، هو قعد واتفرج عليه قبل كده في دماغه، فمهم جدا ان هو ياخد راحته ويبدع عشان يقدر ينفذ اللي في دماغه ده، وما يشتتش نفسه بقى باصل النجم بيتاخر، النجم بيتدخل. وشريف عرفه لما كان بيخرج لعلاء ولي الدين كان عدى بقى من المرحله دي خلاص، كان بقى شريف عرفه الاستاذ، هو اخرج لعادل امام قبل كده. فانت متخيل كان مين النجم في لوكيشن؟ وحتى شريف عرفه مره قالها ان هو كان في الاول عايز يقنع عادل امام بيه قبل ما يبدا شغل، عايز عادل امام يقتنع ان هو مخرج شاطر فيصدقه ويسيب له نفسه. فقال لي بس ده مش مكتوب بالطريقه دي يعني. قلت له لا بس ده حلو. قال لي والنبي يا شريف احنا اتفقنا على كل حاجه. قلت له اوكي. ففي البروفا راح عامل اللي انا حسيته. قال لي لا تصدق صح. وخلاص. انما لما راح لعلاء ولي الدين بقى الوضع كان مختلف تماما. بالنسبه لعلاء ولي الدين ده الاستاذ شريف عرفه بتاع افلام الاستاذ عادل امام، اللي هو اصلا بطل فيلمنا بقى النهارده، كان بيطلع في الافلام دي مشهد ولا اتنين. انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل انا هنسى. وحتى ابوه كان بيطلع في اعمال عادل امام مشهد ولا اتنين. لما كنت بتروح المسرح مع والدك واستاذ عادل امام كانت لسه بطوله جديده بالنسبه له، يعني ما كانش لسه عمل مسرحيات كتير وما كانش عمل ايام شاهد. ايوه ايام شاهد. فان المخرج ده جاي يخرج لي، لا معروف مين النجم في اللوكيشن. ولو رجعنا خطوه قبل الناظر هنلاقي ان علاء ولي الدين ما كانش لاقي حد يخرج عبود على الحدود اصلا، وراح لكذا مخرج ورفض. ما كانش اللي هيخرج الفيلم شريف عرفه. حتى في لقاء لعلاء ولي الدين بيسالوه عن فيلمه الجديد عبود على الحدود، بصوا بيقول لهم ايه. اسمه عبود على الحدود. مين اخراج؟ مين اخراج؟ عادل اديب. ما قالش شريف عرفه، ما كانش شريف عرفه اللي هيخرج الفيلم. في عادل اديب، كان في رضوان الكاشف، كان في محسن احمد. ولما كل المخرجين فضلوا يرفضوا الفيلم ومحدش عايز يخرجه خالص، فكتجربه منهم كده اللي هو عارف تجربه ياس كده، علاء كان مكسوف انه يروح لشريف عرفه ببطوله فيلم. قال لك ما نبعت الفيلم لشريف عرفه يمكن. كان رد شريف عرفه ذكي جدا. انا ببص لكل واحد بيلعب دور تاني على ان هو اهم واحد في الفيلم. لما حد بيتمرن معايا وبتاع اقول له خد بالك النجوم هم كل الفيلم مش الراجل ده. ايوه صح. وفعلا شريف عرفه لما قرا الفيلم اتحمس وقرر ان هو هيخرجه، لان كمان شريف عرفه كان متحمس قوي ان هو يخرج فيلم لحد من الشباب الجداد. المهم شريف عرفه وافق على عبود على الحدود والفيلم كسر الدنيا. بس في عبود على الحدود شريف عرفه كان جاي متاخر، مش بادئ المشروع من اوله زي الناظر. هو جاي والفيلم مكتوب وكتابه كاتب اول مره يكتب اللي هو احمد عبد الله. الناظر بقى ما دخلش على الموضوع متاخر، لا ده هو مؤلف القصه. قصه كلاسيكيه جدا عن ابن فاشل بيتحول لناجح، وفي نفس الوقت قصه معقده جدا. شفت مره فيديو على قناة سينماتولوجي كان بيشبه الفيلم ده او قصة يعني فيلم الناظر بالملاحم بقى الاغريقية بتاعت زمان، وازاي هم اكنهم مملكتين مدرستين جنب بعض. اعمل ايه في الراجل ده؟
معلش يا فندم، ده انا شغالي. في مساعد الملك الخبيث او الخاين، وفي معركتين اللي هما المسابقه، الاولى بتبقى انهزام يا خيبتكم الكبيره، والتانيه فوز. بعد كده الامير الفاشل او اللي هو كل الناس مش متوقع منه انه يعمل اي حاجه، هو اللي على ايده الدنيا بتتحسن وبتتطور. فالقصة يعني تبدو عشان هي بتتقدم بشكل كوميدي قصة بسيطة، بس هي في الأصل بقى قصة من قصص الأساطير، فقصة كلاسيكية، وده اللي مخليه مش بس عايش بإفهاته، لا الناس بتحترم الحدوتة. يعني مثلا اليوتيوبر محمود مهدي كان عامل حلقة في مسابقة دور 16 أحسن قصة فيلم، فيلم الناظر وصل لدور 8، يعني بيتقدر مش بس كضحك، كقصة. ولو بنسأل ليه الفيلم ده تحول لفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، عشان برضو بكل بساطة هو بيتكلم عن التعليم، التعليم اللي هو بيحتاج مثلا جيلين عشان يتطور. فأنت لو نزلت الفيلم النهاردة والتعليم وحش، فالفيلم ده عايش معاك 60 سنه مثلا. فلما تتكلم عن مشاكل التعليم، كلامك هيفضل ليه معنى وجديد لمده كبيره، خصوصا ان احنا بعاد شويه في الحته دي. اسمك سعد زغلول؟ ايوه. مفيش فايده. فده شغل شريف عرفه ككاتب للقصه، انما كمخرج احنا هنتكلم عن شغله طول الحلقه تقريبا. مبدئيا شريف عرفه قرر يحكي القصه بطريقه لينير بالترتيب، اكتر طريقه سهله على المتفرج، المشاهد بتسلم بعض بمنتهى الوضوح. يعني الفيلم ماشي بالترتيب الزمني المنطقي من زمان لحد دلوقتي، من ايام الفراعنه لحد البيبي اللي بيتولد في اخر الفيلم. يعني مثلا في مشهد الاب بيتعب، المشهد اللي بعده على طول الاب في المستشفى، الاب في المستشفى بيموت، المشهد اللي بعده على طول العزف، في مشهد العزف اخره بتقول له اخرج عرف لك صاحب او صاحبه، المشهد اللي بعده على طول بيروح يقابل عاطف وهو مع عاطف بيقرروا ينحرفوا، المشهد اللي بعديه على طول بيروحوا يقابلوا الليمبي، وهكذا. ممكن امشيلكوا كده لحد اخر الفيلم، مشاهد بتسلم بعض بشكل اي طفل يفهمها. والاهم من كل ده ان شريف عرفه قدر يعمل للفيلم ستايل، وده من احلى الحاجات بالنسبه لي. في رشه كاريكاتيريه كده على الفيلم في كل مشاهده، موزونه صح ومعموله حلو قوي، الحلاوه اللي تخلي في الكوميديا دي من غير ما الممثلين يخرجوا بره الشخصيه، او من غير ما تتشتت او الكوميديا تاخدك. شريف عرفه قال في لقاء قبل كده انه شال من الفيلم حوالي 45 دقيقه، بيقول ان 45 دقيقه دول كانوا مضحكين جدا، بس هو شالهم عشان يظبط الريتم، عشان اللي بقول لكم عليه ده ما تفرطش منه. من ضمن الحاجات الناجحه جدا في الفيلم الكوميدي انك تقدري تشيلي مشاهد من غير ما تستخسري انك تشيليها. يعني انا اذكر في الناظر شلنا 45 دقيقه جزء من الكوميدي، ايقاع المشاهد ورا بعضها. والروح الكاريكاتيريه دي بنشوفها من اول المشاهد التاريخيه لحد ما بنشوف سور المدرسه اللي متعلق عليه بنطلونات، لو اكيد ما حدش وقع بنطلونه يعني. فهي دي المبالغه في الكوميديا اللي بتديك الحته الكاريكاتيريه دي. بصوا هنا حتى الاب بيموت ازاي، بصوا ازاي حسن حسني بيبقى خبيث، او ازاي بيقلب من ان هو حزين لفرحان في ثانيه. مبروك علينا المدرسه. على مين؟ على حضرتك. نتكلم عن حسن حسني دلوقتي ولا نستنى شويه؟ استنى شويه في الاخر. ليه خلص كلام عن شريف عرفه، بعد كده نخش على الممثلين بقى. شريف عرفه كان موحد ستايل للفيلم، الطريقه اللي بيتقفل بيها المشهد مع حركه الكاميرا كان واضح جدا انها مقصوده. وكلها مبالغ فيها برضو بتخدم على الكوميديا ستايل الفيلم، فدايما قفله المشهد بتبقى لذيذه قوي، فيها حركه كاميرا مع اداء تمثيلي كاريكاتيري كده. وكمان الطريقه اللي بيبدا بيها المشهد، مشاهد كتير بداها بتفصيله كده صغيره، بعد كده الكاميرا تتحرك تشوف اللي بيحصل. فهنا مثلا صلاح بقى الناظر، فبدا المشهد بصورته على الحيطه، بعد كده نزلنا شفنا ايه اللي بيحصل. او هنا مثلا بدا المشهد بدماغ الواد اللي قدام شويه هيقوم يعمل مشكله، حتى صوت الفيلم مش واقعي، لا هو بيساعد على الكوميديا. لو شفت المشهد لما كان صلاح واقف على الباب وبيسال مدرس تعاد هنا بتعمل ايه، فبيقول له باتش شمس، ده باب فصل في مدرسه قديمه مش باب استوديو صوت، فلو في دوشه جوه هتسمعها وانت واقف على الباب. بس هما ما عملوش كده، في بره هدوء مريح كده عشان لما تفتح الباب تحس بالفرق، وفي ثانيه لما تقفله تاني يتكتم الصوت تاني. وفي حاجات من دي كتير، الصوت كمان خدم على الحدوته وعلى الكوميديا. وهي الافلام الحلوه كده هتلاقي دايما كل العناصر بتخدم على الفيلم بجد. يعني انا عايز ادي روح كاريكاتيريه، فالممثلين بيدهاني والمصور بيدهاني، ولما بنروح للمونتير بيدهاني، ولما بتطلع الحاجه من المونتير تروح للميكس، الميكس هو كمان بيحط التاتش الكاريكاتيري بتاعه برضه، فكله شايف شغله. يعني لما ركزت مع المونتاج واضح جدا انه مش كروات، المونتير ظابط الريتم مع دخول الموسيقى امتى، مش مجرد اتنين بيكلموا بعض وخلاص وعمال بقطع ما بينهم. شطاره المونتير بتاع فيلم الناظر مش في كان بيقطع امتى، لا هو شطارته في امتى كان بياخد قرارات انه ما يقطعش، انه يسيب الشوت ده طويل براحته كده، ممثلين عماله تمثل كانه في مسرح. الفيلم فيه ممثلين جامدين قوي ومخرج شاطر، فالريتم اوقات كتير ظابط من غير ما المونتير يتدخل. وفي في الفيلم ده شطات كتيره طويله جدا بدون قطع خالص وما تحسش بده، وده المبهر. يعني ده حاجه انا لاحظتها المره دي عشان قاعد بتفرج على الفيلم بورقه وقلم، بس دايما وانا بتفرج عمري ما لاحظت ايه ده، هو الوان تيك دي حلوه وطويل، لا ما بتحسش اصلا ان هي وان تيك. يعني ما تحسش ان في ملل او حركه كاميرا غير مبررة، أو بل بس ما يتحركوا أو كده، لا ماشية أكنه منتج. بص هنا كمل كمل كمل.
كل ده من غير قطع. طب بص ده كل ده ما قطعش برضو ورا قطع. بص هنا بص كل ده كمان 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 شايف 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 كل ده من غير قطع. بصوا الحته الجايه دي صعبه شويه، انا هحاول اشرحها. وصلت وصلت ما وصلتش خلاص، في ناس عايشه من غيرها برضه، عشان هي دي اللي انا قفشت فيها ان المونتير ده مش حابب يقطع كتير. هنا حسن حسني على الشمال وموظف الوزاره ده على اليمين، فهنا الموظف قاعد باصص يمينه بيكلم حسن حسني، فاول مشهد شغال شريف عرفه عايز يجيب الموظف على الشمال وعلاء ولي الدين على اليمين، فيبتدي يوجه له كلام. فهنا الكاميرا بدات تتحرك ولسه الموظف باصص لحسن حسني، ما نقلش عينه او ما وجهش كلامه لسه لعلاء ولي الدين. ما تفهمش بقى الكاميرا مان بدري ولا الممثل ده زودها شويه في الكلام لحسن حسني، ارتجل الحته زياده. هو لسه قاعد بيكلم حسن حسني وخلاص الكاميرا مان اتحرك، فبقى الراجل على شمال الصوره مفروض بقى يبص لعلاء ولي الدين، لا هو لسه باصص لحسن حسني. فالاكتيف سبيس بويز، هتقولي ايه هو الاكتيف سبيس؟ حقك حقك، ما انت تعرف الاكتيف سبيس منين يعني. الاكتيف سبيس ده المساحه اللي بتبقى فاضيه في الشاشه، يعني مثلا شايفين البنت اللي بتنط دي، الصوره دي مش مريحه، انما الصوره دي مريحه ليه؟ عشان في مكان هي تنط فيه، فانت عينك مرتاحه اكتر. شايفين البنت اللي بتجري دي، الصوره دي مش مريحه بس الصوره دي مريحه ليه؟ عشان في مكان البنت دي تجري فيه، انما هنا خلاص هتخبط في الحيط. فالاكتيف سبيس ده انك تسيب حته فاضيه في الصوره هي الحته اتجاه حركتك، او لو انت واقف وباصص فهي اتجاه عينيك، اتجاه ما انت باصص، فده يريح العين. هنا بقى موظف الوزاره باصص في الحيطه فمش مريحه، وانفعل كمان تقريبا ارتجل خرج بره الكادر، ايده خرجت بره الفريم. فالمصور لو تلاحظوا بعد ما خد خلاص الموشن يمين اضطر يظبط الفريم، اضطر يرجع حته شمال تاني عشان ما يبقاش الموظف مقطوع قوي كده. وفي الاخر بقى خالص لما خلص كلامه وبص لعلاء ولي الدين ظبطت، بس مش قوي. واكبر دليل ان هي ما ظبطتش قوي انه مع اول قطعه المونتير قرر ان هو يغير الشوت ده، اختار شوت تاني الكومبوزيشن احلى. بص الفرق هنا لما الكومبوزيشن اترستق. اللي عايز احكيه لكم من كل ده ايه؟ ان المونتير وشريف عرفه كانوا دايما بياخدوا قرارات من النوع ده، قرارات اللي بتبدي الاداء التمثيلي على ان انا اقعد اقطع بين ده وده وخلاص، وكان عندهم حق لان الاداء بتاع اللي هو عايز امضيت يا سيدي طب دي ممكن يبقى الممثل مثلها مره واحده بس ما عرفش يكررها، عملها حلو وهي مره واحده بس. طول الفيلم فيه قرارات من دي مش هقعد اشرحها كلها بقى، قرارات بتبدي الريتم والاداء على ان المشهد يبقى قطع 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 بطريقه ممله كله ورا بعضه. المونتير بتاع الفيلم ده منتج ايه تاني؟ منتج الف مبروك وعبود على الحدود والناظر ومافيا وفول الصين العظيم وكده رضا وباشا تلميذ وحرب ايطاليا وامير البحار ودم غزال، فمش صدفه. واللي مساعد المونتير ان هو يقلل القطعات دي ويسيب الشطات مرتاحه هو ان الريتم مظبوط في الحوار اصلا، بكلام مسلم بعضه بطريقه حلوه ومولوجات طويله عالميه. وهنا لازم نتكلم عن احمد عبد الله اللي كان بدا اول فيلم ليه في عبود على الحدود زي ما قلت لكم، وده تاني فيلم ليه فعنده خبره اعلى من عبود، وفي الفيلم كتابته بجد دمها خفيف. يعني خلاص بغض النظر عن القصه وقد ايه هي كلاسيكيه، السيناريو والحوار بقى هما كمان خفاف بشكل مش طبيعي، وحتى لما كانوا بيضطروا يقولوا مونولوج طويل فيه حته الدراما كده ده كان بيتكسر في ساعتها بإفيه الفسحه للتامل في العلم في المستقبل. شايف اللي هو فجاه عامل لك ايه في كانتين المدرسه اللي ما حدش بيهوب ناحيته، فاهم يعني؟ يقوم دايما كسرها. او مثلا لقد فقدت مصر رجلا من اهم رجالها رجل العلم والتعليم. يعني بص الكتابة بعد كده فجأة برضو ايه رجل المصاريف والكانتين. فبرضو يوم كسرها. او اللي هو مثلا امي سابتني لوحدي وما بقليش حد غيرك انت عاطف. شريف عرفه واحمد عبد الله دايما فاكرين ان الفيلم كوميدي، ملتزمين بالجنرا جدا، مهما ادوك المشاعر بتاعه الحزن او التوتر او كده لازم هيكسرها بافيه، لازم هيكسرها بكوميدي شدالك سكه كده. نيجي بقى عند اكتر جزء انتوا بتحبوه، الممثلين. الفيلم ده مش كلاسيكي بالصدفه يا جماعه والله. بصوا تعالوا نلعب لعبه كده، انسى البطل شيله من الكادر خالص، وانسى الادوار الثانيه، وانسى الادوار الصغيره اللي هي زي المدرسين وكده، وركز معايا في ابعد حاجه عينك بتشوفها، المجاميع، الحاجه اللي بتحصل في الخلفيه ورا خالص اللي بيبقى مسؤول عنها مساعدين الاخراج. ولما بصيت على التترات لقيت ان مساعدين الاخراج في الفيلم ده كانوا علي ادريس واحمد علاء ومروان حامد، فممكن تعتبر ان كل اللي بيحصل في الخلفيه او من المجاميع ده شغل المساعدين دول. يعني بص هنا شوف ازاي اللي ورا ده مندمج عايش حياته ولا كانه في الفرح بجد. انت انضف واحد قال الفرح. الله يخليك. الله بنتك تتكل على الله. بص هنا المدرس بعد ما صلاح زقه، مش اللي هو اتزق اترمى زي في افلام كده اللي هو تلاقي واحد كل بوكس قام واخد تاكسي ومروح خلاص نسي الخناق، هو جاي وظيفته قالوا له خش هتاكل بوكس وتمشي، انما هنا لا محفظينهم موقفهمش في الفريم كده وخلاص، قالوا لهم هتعملوا ايه. فده لما بيتزق بيروح للمدرسين باين اول حوار اللي هو بيقول معلش اصل الراجل لسه جاي جديد وبتاع مش عارف ايه، هو يقول لهم طب ده ينفع اتزق كده طب معلش وبتاع. ففي حوار تاني خالص داير ورا في الخلفيه معيش المشهد ومخليه اغنى، حتى وراهم لو بصيت هتلاقي انشراح بتعمل ايه، عينها دايما على العاطف، كل حاجه تحس فكروا فيها. هي على فكره
مش صعبة قوي، مش كيمياء، بس لما الحاجات بتهتم بيها كده بتبان، انت بتحسها. وبحس لما بتجتهد في الحاجات دي ربنا بيوفقك، بيطلع لك فيلم حلو حتى لو الحاجات دي ملهاش لازمة. بص هنا اسم الشرطة، تلاقي برضو المجموعة بتحرك حلو، عسكري داخل بورق فبيشوف الورق ويقوم له روح لمش عارف مين، فياخد بعضه ويمشي، ويخش عاطف من الخلفية يبتدي ينادي على صلاح، ففي شغل على الصورة كفور جراوند وباك جراوند، فالمجاميع بتتحرك حلو قوي وعايشة المشهد. وبص هنا المشهد شغال وفي الخلفية تلاقي عاطف وانشراح في ملكوت تاني خالص. بص هنا برضو عاطف وانشراح بيعملوا ايه؟ والخناقات اللي في المدرسه حقيقيه جدا، العيال بتضرب بعض بجد. يعني بص هنا العيال بتتحرك ازاي، بص العشوائيه، حسها حقيقيه جدا. ما هو واحد من المساعدين اصل كمل وبعد كده عمل ابراهيم الابيض، فمفهوم ليه الخناقه طلع حقيقيه. مروان حامد اخرج بعد كده ابراهيم الابيض وعماره يعقوبيان والفيل الازرق وكيرا والجن، فمش صدفه. علي ادريس كمخرج، اصحاب ولا بيزنس، تجربه الدنماركيه، عريس من جهه امنيه، حريم كريم، مرجان احمد مرجان، احمد علاء الديب لعمل بدل فائد، الحفله، مسلسل هجمه مرتده، مسلسل المشوار بتاع محمد رمضان، فمش صدفة. طب دول أبعد ناس عينك بتشوفهم في الفيلم، دول اللي ورا خالص. لو قربنا شوية هنلاقي أدوار صغيرة جدا. من الأدوار الصغيرة دي في دور عامله كريم محمود عبد العزيز اللي هو نجم دلوقتي، وآخر فيلم ليه بيت الروبي جاب أعلى إيرادات في السينما المصرية، كسر الدنيا. فده تاني أبعد حاجة بعد المجاميع، كريم محمود عبد العزيز. ولو قربنا أكتر وأكتر هنلاقي المدرسين اللي متنقين حلو جدا، كل واحد لاقي على دوره ومغرقين الفيسبوك كوميكس لحد دلوقتي، كل واحد ليه جملة مميزة وبيربطهم حاجة واحدة، إن كلهم شخصيات كاريكاتيرية. الاتنين الوحيد الواقعيين في الفيلم ده هو هشام سليم وبسمة، دول الوحيد اللي تحسهم عاقلين. بقيت الفيلم كله تحس انك دخلت مستشفى المجانين. بصراحة هشام سليم لايق قوي على الدور ده. ولو بصيت على الادوار اللي اكبر سنه هتلاقي احمد حلمي ومحمد سعد، وهنا نرجع تاني لشريف عرفة واحمد عبد الله عشان نشرح ان الثلاثي ده بتاع علاء ولي الدين ومحمد سعد واحمد حلمي مكتوب حلو جدا، ما تعرفش تبدل جمالهم ببعض والفيلم يمشي عادي زي فيلم ثقافي مثلا. لا، جمل الليمبي ما ينفعش يقولها عاطف، وعاطف جمله ما ينفعش يقولها صلاح، وده اللي مخلي كل شخصيه مؤثره على الحدوته بطريقه مختلفة. والفرق اللي بين عاطف والليمبي يبان في مشهد بسيط قوي، علاء ولي الدين وهو بيصحى من النوم ما بين رجل عاطف والليمبي، الفرق بين الرجلين من غير ما تشوف وشهم يبين ان الشخصيتين دول مش شبه بعض. واحد رجله فيها فرط حركة عمال بيتخانق مع نفسه وهو نايم، ده اللي هو الليمبي، والتاني قليط قوي حاسس بنفسه وحاسس باهميته ما تفهمش على ايه، لدرجة انه نايم حاطط رجل على رجل وما بيتحركش خالص، في ثبات كده. فمن صوابع رجليهم وهم نايمين في فرق في الشخصية. برضو من الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي لاحظتها، بص احمد حلمي هتلاقيه بيتكهرب مع الجرس، لما الجرس يرن بصوا رجله بتعمل ازاي. والثلاثي ده مرعب، الفريم ده يا جماعه اللي فيه الثلاثه ماشيين مع بعض حاطين ايديهم في جيبهم، كل ما يقدم كل ما يحلى ويصير احلى واحلى. التمشيه دي فيها ثلث افهات العالم او ثلث افهات السينما المصريه على الاقل، كتله كبيره من البوب كلتشر بتتحرك في كادر واحد من اليمين للشمال. والممثلين كان كلهم فيهم ميزه هشرحها لكم على حسن حسني عشان هي بتبان قوي في حسن حسني. نروح للدور الاكبر شويه بقى، حسن حسني بالنسبه لي شايل الفيلم بجد والله، ظابط الاداء الكاريكاتيري ده زي ما الكتاب بيقول. بصوا بيخاف من النظر عاشور ازاي، بيخاف بجد لوف لو فهم جسمه بيتنفض حركات حسن حسني دي. واحسن واحد يملى ما يسيبش فيه سكوت خالص في الفريم، لو الممثل اللي قدام حسن حسني بيفكر ولا بيجمع بس هيقول ايه ولا حتى بيدي رياكشن، هتلاقي في الثانيه دي حسن حسني عمل 100 حركه ملا بيهم. والمبهر ان كلهم ان كاركتر، هو مش اللي هو بيعمل اي هبل. لو الممثل اللي معاه بيقول حاجه حزينه بتلاقي حسن حسني اتضايق في ساعتها، لو قال حاجه تخض تلاقيه اللي هو اتخض بقول لك بمبالغه، فعايش المشهد كلمه كلمه وعلى كل كلمه يديك رد فعل. حسن حسني بيعمل الشخصيه الهايفه بمنتهى الجدية وهي دي عظمته. وليه ما تبقاش مسابقة رسمية بين المدرستين يا مادام؟ هو مش جاي يهرج، هو جاي يمثل، والدور هو كده، الرياكشنات مبالغ فيها، المخرج رسم الشخصية مبالغ في ردود أفعالها زي ما رسم كل الشخصيات كده، فهو بيمثل اللي مطلوب منه بمنتهى الاحترافية. أنا آخر فرجة دي قاعد بتفرج على حسن حسني مش مصدق نفسي، المشهد لو اللي هو فاهم على وشك إن الريتم هيقع، زي إن هنا مثلا لما وريتك إن هم ضحكوا في وسط ما بيصوروا تلاقي حسن حسني لحقوا، يعني لسه الدنيا هتفك بتاعت لي دخل عمر تكوني فاكره ان انا بتجوزك عشان مالك وجمالك. لا لا هو تفتكر ان انا عاوز اتجوزك عشان مالك وجمالك؟ لا 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 يعني فهمت ليه دخل علي بريتم تاني او لسه المشهد هيوطى ملحقش يتهنى بالجوهره اللي في ايديه. دايما انتم ايه يقوم معلي الريتم تاني. وشريف عرفه بالمناسبه هو اللي قعد اكتشاف حسن حسني من جديد، كان بيمثل زمان حاجات مختلفه ومش حسن حسني اللي احنا نعرفه، اكتسح الدور التاني في كل افلام الشباب ببدايه كانت مع شريف عرفه في عبود على الحدود. بعد كده هنبص بقى على اقرب حاجه لعينيك وهي البطل اللي بيبقى غالبا في الفور جراوند، علاء ولي الدين نجم العمل. زي ما قلت لكم علاء ولي الدين قبل ما يوصل للناظر كان اتدرب تدريب قاسي. علاء ولي الدين ابوه كان ممثل وعاش ومات ممثل ادوار صغيره مش بطوله، فعلاء عمل كده بدون ادوار صغيره جدا في الافلام، كان دايما اطلع مشهد مشهدين، ما كنتش بايأس من الحكايه دي، كنت دايما اجتهد واركز قوي
في المشهد او المشهدين دول وكانوا بيسيبوا اثر فعلا لاكثر من 140 عمل. انت تعرف غير الناظر وعبود على الحدود كام حاجه؟ تلاقي يعني كام بالعافيه هتعدي لي 3 4 حاجات ادوار صغيره واغلبها منسيه، بس عمل فيهم دور الست وايام الانجليز والراجل الكبير اللي بيموت التاريخي، وعمل حقب زمنيه ما احتاجهاش في الناظر كمان، وكل حاجه احتاجها عشان يدخل الناظر عنده خبره، مش بس خبره في التمثيل، لا خبره في كل حاجه، لان هو اشتغل كل حاجه قبل فيلم الناظر. هو ابتدى اصلا في الشغلانه دي مش كممثل، ابتدى في الانتاج، حضربك في الانتاج كمساعد انتاج، بعد كده مساعد اخراج، مساعد مخرج لواحد من اهم المخرجين المصريين مالك الفيديو الاستاذ نور الدبرداش رحمه الله عليه. طبعا بعد كده يبعتوه يشوف حاجات في المونتاج، عنده مسلسل في الستينات اسمه لا تطفئ الشمس بتاع صلاح السعداني. أيوة. فكان اياميها بيعيد مونتاجه تاني عشان يذيعه في التلفزيون على سهرات، قال لي تجيب الشرايط اللي هي 2 انش تنقلها لي ال1 انش خد بالك، وتعمل ترقيم بالحلقات وتعرف البدايه فين بتاع، وتعمل لي كشف تحضر لي الشرايط واجي الاقي ده جاهز عشان امنتج. عمل كل حاجه، راجل بجد مجتهد جدا. بس اللي حسيته من مسيره علاء ولي الدين انه ما كانش مصدق قوي انه يقدر يبقى بطل فيلم لوحده، مش شغال عليها من البدايه بقى وده طموحه وده حلمه، لا هو زمان كان بيسال شريف عرفه هل ده ممكن يحصل في يوم من الايام، على اساس ان هي حاجه بعيده قوي. هو لما جه الله يرحمه قال لي يا استاذ ينفع ابقى بطل في فيلم معاك؟ قلت له حبيبي لو الدور ينفع يعني. والنقلة اللي حصلت في السينما وقتها هي اللي سهلت عليه طريق البطولة، هي اللي مهدت له الطريق. وهو كعلاء ولي الدين ما كانش مصدق نفسه ان شريف عرفه بيخرج له، فكان مهتم جدا وملتزم جدا وكان بيتعب في الشخصيات تعب رهيب. كان في قصة مجدي الهواري بيقعد يحكي ان علاء ولي الدين يقعد يخش له ماشي ويقول له هو انا داخل لك ماشي دي جواهر ولا عاشور ولا صلاح؟ لو جاوب غلط يفضل مقعده ويخرج ويخش له تاني، يقول له طب دي مين؟ يقول له اه لا دي جواهر، يخرج ويخش تاني يقول له اه لا عاشور. فكان يقعدني كده لغايه الساعه 4 الصبح انا عايز انام، فاقول له ايه؟ اه دي صلاح. يقول لي طب قول وحل باباك كده. فشيء على كل تفصيله، بيقول لك انه كان بيقعد يلبس الباروكه دي في وقت كتير قوي عشان ما تبقاش اللي هو باروكه لابسه وكانه متنكر، لا عشان يبان الاب فعلا، يبان ان عاشور ده واحد مختلف تماما فعلا. والشخصيه بتاعه الام دي بيقول لك واخدها من امه، امه كانت شبه كده وبتلبس كده، فواخد التفاصيل دي من شخصيه امه، فطلع لنا حاجه عايشه معانا طول العمر. ومهما اشوف الفيلم اصدق ان الاب غير الام غير علاء ولي الدين، عمري ما حسيتهم واحد. انا وانا بتفرج قاعد دايما بفكر نفسي هادي ده علاء ولي الدين. انا مسكت ورقه وقلم اصلا وانا بحضر الحلقه دي وقاعد بتفرج على الفيلم بقى على اساس اقيم اداء علاء ولي الدين، لقيت عدى تقريبا نص الفيلم انا بقول هو علاء ولي الدين ما بيظهرش كتير ولا ايه؟ بعد كده جمعت ان انا بقيم اداء صلاح بس، مسقط ان جواهر هادي كمان علاء ولي الدين، فمش طالع في الفيلم كتير. ايه ده؟ ما فيش مشهد ما فيهوش علاء ولي الدين اصلا، ده ساعات في ثلاثه علاء ولي الدين، المشهد بتاع صلاح وابوه وامه في المستشفى ده يدرس. الثلاثه مش شايفين بعض، فازاي انك تعملي كوميدي في واحد وبعدين تستني ساعات تعمل الرد الثالث؟ طبعا في المستشفى مثلا. وبصراحه في حاجه تحسب لشريف عرفه ان الفيلم ده يعتبر قديم بقاله اكتر من 20 سنه، بس زي ما بيقولوا كده ايج دول، مش بس الحدوته والكلام اللي قلناه في الاول، لا حتى الجرافيكس. انت بتتفرج على الفيلم في 2024 اهو وعادي مش منزعج من وجود جواهر وصلاح في مشهد واحد معديه. حاجه اخيره هقولها عن فيلم الناظر او عن علاء ولي الدين، ان انا كل ما كنت اجي اركز في الفيلم كناقد بقى او محلل وعايز افصص بقى وامسك في الفيلم بقى اطلع فيه حاجات، الاقي نفسي شويه كده وسرحت وتحولت المتفرج قاعد بيتفرج ويضحك، ويعدي نص ساعة بقى عقبال ما افتكر انا جاي هنا ليه؟ انا بتفرج عليه ليه المرة دي؟ المرة دي هادي انت مش جاي تضحك، انت جاي تشتغل ورقة وقلم وبتحلله، وده كان صعب جدا عليا لان عناصر التسلية كتير جدا. وهنا نيجي عند اهم سبب بقى، وهي ان فيلم الناظر بيضحك يا جماعة. انا عارف هي بسيطة ما اكتشفتش الذرة يعني، بس ما كنتش عارف اركز في الشغل والله قاعد بضحك. وعشان تعرفوا قد ايه الموضوع صعب، انا هعرض فريم من كل مشهد وهوريكم ان في كل مشهد في على الاقل افيه من الافيهات اللي بيستخدمها المواطن المصري دلوقتي في الكوميكس او في كلامه العادي كده، بقت زي الامثال الشعبية تتقال كده على المغامرة وانت متاكد ان اللي قدامك عارف انت تقصد ايه. يعني من اول سيكونسات الفيلم اذا هذه لي وشادو جيري وحطوا الجوهري، مفيش استقرار سعادتك، لف وارجع تاني، خرج الدكاتره ومهندسين وحراميه، اقفل يا واد اقفل يا واد، ما اقدرش اشوف ليه وهو بيتقتل. انتوا بتشتكوا لاولياء اموركم انكم بتتضربوا، طب هتتضربوا انتوا واولياء اموركم. جايب لي ورد وانا ما فطرتش من الصبح يا وغد، وده دكتور ولا عيان؟ الله وانا مالي يا ليمبي، ادي امضيتي يا سيدي. اها تتصدق لي؟ اها عايز واحده ثانيه؟ اها انا عاجي معاكم كده. مع مين؟ معاكم. اصل لقيت الفرن زحمه جبت جرجير. ده كده تقديم مدرس رياضيات في التاريخ. ايه؟ مدرس رياضيات وفرنساوي، عقبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. نتاشا ترحب بك وتتمنى لك سهره سعيده. انا جاي الاول. كابتن هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ بس على الله محدش هينخرب ورانا. ايه ده؟ وفي حد هينخرب ورانا؟ وفاء ولا المدرسه؟ وفاء.
وفاء ولا المدرسه؟ المدرسه طبعا يا ماما. ظهر العروسه بتولد يا ماما، اوعى يغرك جسمك استاذ لمبي. اخوه حافز. يعني ايه حافز؟ مش الحافز ده اضافه للمرتب يا حسين؟ والجواز ايه يا استاذ؟ فكرتني بالمرحوم، فكرتني بالمرحوم، اذا كنت انا اساسا مش فاكراه. بس وما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب، واستنونا في حلقات جديده من المراجعه النهائيه في الساحه. شكرا.